برحب بحضراتكم مره تانية في هو هنا. زي ما قلناكم ان احنا في كل سيزون بنعمل لكم فقره مخصصه لللبس بتاع السيزون ده، سواء كان صيف او شتاء. احنا دلوقتي في الصيف، عملنا لكم فقره عن لبس الصيف. حاجه طبعا مهمه جدا وبتكمل لوك اي بنت هو الميك اب. عندنا افراح كتير في الصيف، عندنا حفلات، عندنا سفر، الجو حر، الميك اب ما بيثبتش، فتفاصيل كتير قوي هنعرفها النهارده من ضيفتي الميك اب ارتست ابتهال رمضان. ابتهال برحب بيكي معانا. اهلا وسهلا بيكي. ايه الاخبار؟ كله تمام. ميك اب الصيف صعب يعني طبعاً. خليني ابتدي معاكي، انا بعاني بقى يقعد يسيح والكحل والحاجات دي كلها. اوكي، هنتكلم طبعا عن تفاصيل الميك اب الصبح وكل حاجه، بس في الاول عايز اعرف ايه الاساسيات اللي لازم تكون موجوده في الميك اب باك بتاعت اي بنت. تمام، احنا بس لازم بس نعرف ان لازم نفرق ما بين الميك اب الصبح وميك اب بالليل. يعني انا لو هنزل الصبح بدري وعندي ايفنت، واغلب الويدنجز دلوقتي اصلا بتبقى بدري، مظبوط، اول حاجه لازم تبقى معايا في شنطتي واعملها في الميك اب هو الصن سكرين او الصن بلوك. ده اول حاجه. ليه؟ لان هو طبعا اول حاجه هديها تحميني من الشمس، مش هتخليني ان انا اتحرق او يحصل لي اي انفلاميشن من اشعه الشمس الضار. لا، الصن سكرين ده اصلا ده قصه ثانيه خالص. يعني الصن سكرين احنا عارفين انه يمكن مش هيأثر علينا دلوقتي، بس على المدى البعيد بيأثر بشكل يعني كوارث، بيحصل كوارث. فمهم جدا جدا الصن سكرين، حاطه ميك اب او مش حاطه ميك اب. بالظبط كده. فدي اول حاجه بحب ان انا احطها دايما لو في بنوت عندها ايفنت الصبح بدري، بحب احط لها اول حاجه صن سكرين. تاني حاجه طبعا بنحطها هي الترطيب، لازم نرطب بشرتنا كويس جدا. لان احنا عندنا مفهوم خاطئ ان انا طالما في الصيف وبشرتي اوريدي خلاص هي مش محتاجه ان انا ارطبها. لا، دي غلط، لازم نرطب البشره كويس جدا عشان تفضل محتفظه بنضارتها، ما تجفش مني اثناء اليوم، ما تخليش الميك اب يسيح مني، لان طبعا لو حطيت الميك اب على بشره جافه جدا بيضطر طبعا ان هو يسيح ويقع، بيخلي الميك اب يبلند احسن. طبعا اكيد اكيد. بلس طبعا ان احنا بنقلل اللايرز على البشره على قد ما نقدر، يعني كل ما خففنا طبقات البشره كل ما الميك اب قدر يقعد معانا ساعات اطول. ايه بقى وبعدين ايه المفروض اللي لازم اي بنت يكون عندها في ميك اب منه في شنطه؟ طيب كصيف كهي راحه ايفنت ولا هي نازله؟ لا عامه الميك اب باج ممكن لازم تكون مخصصه من ايه؟ طيب صن سكرين، تنتد فاونديشن، لان هو اخف كتير جدا من الفاونديشن. اوكي، التنتد فاونديشن بيبقى عباره عن فاونديشن القوام بتاعه خفيف قوي وبيبقى ملون، يعني بيديني كده كفرج خفيفه، وتنت بلاشر، ونحاول على قد ما نقدر نخلينا في الحاجات اللي لونج لاستنج اللي بتقعد اطول. واللبستك طبعا عشان خاطر شفايفنا بتنشف. اللبلوس واللب جلوس طبعا ده بالذات في الصيف اللب جلوس، يعني وازازه الميه دي اهم حاجه، لان طبعا احنا مش بنشرب ميه، يعني لما بيبقى في الصيف احنا بنعرق كتير جدا، بنفقد ميه كتير جدا من جسمنا، فلازم نعوض ده ان احنا نشرب ميه كتير. طب نبتدي بقى نشتغل. انا شايفه ان انت عامله اي ميك اب خطير. حبيبي خطير مرسي. بجد شكرا ميرسي. فانت لسه مش عامله حاجه في الوش، انت تقريبا حاطه طبقه بس الفاونديشن. بالظبط كده. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ طيب هو احنا طالما احنا في الصيف، فانا طبعا كلنا بنصيف، كلنا بنبقى واخدين تان، فانا بفضل دايما في الصيف نحط البرونزر مش نحط كونتور. اوكي، البرونزر هيدينا لون حلو وفي نفس الوقت مش هيخليني مسمر قوي او غامقه قوي، وهيديني اللوك التاني اللي انا عايزاه. انت تقدري تبلند البرونزر بطريقه تخليه شبه الكونتور او يعمل لك الكونتور؟ بالظبط كده، هو بيديني نفس الافكت بس بيديني حبه شايني للبشره، بيبقى شكله الطف بكتير. فاول حاجه انا هستخدمها لها بس هي البرونزر عشان تديني لوك سمري حلو قوي، خصوصا البنات الفتره دي كلهم عاملين تان. الساحل طبعا مظبط، حتى لو مش عاملين بيحبوا يعملوا الايفكت التان ده بالميك اب. بالظبط كده. فاول حاجه هعملها لها بس ان انا بدفي البشره بالبرونزر. طبعا لما بنيجي بنحط البرونزر بنحطه في الاماكن اللي انا في الايدج بتاع في حواف البشره كلها، يعني في الاماكن اللي انا عايزه احددها او عايزه ابرزها، القوره تحت التشيك بونز. لا فرق طبعا، بيفرق ان هو بيدي للوش حيويه بيفيل. وبعدين اول ما بتحطيه الميك اب بيروح حته ثانيه. بالظبط كده. وطبعا هنحط لها بلاشر، ده اساسي طبعا. انا من عشاق البلاشر ومن بحب دايما احطه هنا. اقولك مؤخرا بقيت من عشاق البلاشر لما بقى ابتدى يطلع اصلا بالتنس بجد حلو قوي. مش الباودر، انا بحب الليكويد. فدلوقتي اصلا اعتقد كله بيحب يبقى اللي هو البينك اللوك ده بيبقى. وجربي بقى كمان تحطي البلاشر الليكويد وبلاس ان انت ثبتيه ببلاشر باودر، هيديكي ثبات فظيع. يعني هيديكي ثبات حلو خصوصا في الصيف واحنا بنعاني طبعا ان احنا بنسيح.
طب بتشوفي البلوش ده البينك لوك ده اللي احنا بنعمله بيليق في الصيف بس طبعاً، ولا ممكن في الشتاء كمان نعمله؟ بصي هو احنا يعني مؤخرا ما بقاش في حاجه اسمها صيفي قوي او شتوي قوي، حتى في اللبس حتى في اللبس بالظبط كده. يعني انا الصيف ده الالوان القويه هي اللي معانا قوي، الالوان الفقعه الاورنج الفوشيا اليالو الحاجات القويه دي. ايوه صح. وبرضه بتيجي في يعني في الميك اب ممكن نحط، يعني عايزه اقول لك ان الفتره الاخرانيه دي احنا جايبين اي شادوز بتبقى نيون اللي هي الفسفوريك اللي هي بتبقى بتحطيها بتبقى اوريدي اي شادو كده، اي شادو نيون بتبقى مناسبه اكتر لسهرات بالليل والحفلات بتاعت بالليل، بتبقى البنت حاطه اي شادو مثلا فسفوريك فبيبقى مدي ضي حلو قوي، فده بيبقى خلاص ماشي. بس هو ده بيبقى حلو في حاله ايه؟ انه هي حاطه الاي شادو اللي انت بتقولي ده والماسكارا بس مثلا وليبستيك او ليب جلوس خفيف، فهي ما فيش اصلا افوره في وشها، هي بالعكس شكلها عادي عشان كل اللي واخد العين هو الاي شادو الملون الفاقع ده. طبعا وفي بنات طبعا بتحب الحاجه السامبل يعني اللي هي الحاجه مش القويه قوي يعني. طيب هحط لها برده دلوقتي الهايلايتر طبعا ده اساسي طبعا معانا. حاطه لونه على ايه؟ انا بحب اعمل ميكس دايما، ولا احط درجه فاتحه قوي ولا درجه غامقه قوي، فبحط ميكس برونزر كده مع لون شامبين بيدي درجه حلوه قوي، بيدي كمان حيويه حلوه قوي للبشره. انت مع ان البنت تحط لاشز حتى لو عندها الفرح الصبح؟ طبعا، خصوصا ان الفتره دي اللاش يعني درجات وانواع وكثافه بالظبط، حاسه ان هم بس هي بس تختار الاي لاشز الصح ليها بالظبط، مش هتدي افوره او كده بالظبط، وخصوصا ان احنا عينينا كمان بتختلف، يعني العيون الواسعه هتحب الاي لاش تبقى ثقيله وكثيفه في عينيها، لو بنوت عينيها صغيره ممكن تحط حاجه سامبل قوي. ففي درجات كتير جدا دلوقتي بقت موجوده، فبنقدر ان احنا نغير طول الوقت على حسب كل ايفنت. طبعا طبعا. بس عايزه اقول لك ان في بنات برضو بتحب يعني ايا كان الايفنت انا عايزه سامبل ميك اب لوك، او حتى هي خارجه بالليل، في بنات كده. فدلوقتي ما بقتش في حاجه بتايدنا قوي في الميك اب او في اللاشز او في الكلام ده، ليه؟ لان كل بنت بتبقى حسب ذوقها عايزه ايه. انا عايزه حاجه سامبل بنعمل لها سامبل، انا عايزه حاجه تقيله بنعمل لها تقيله. طب اللوك ده يبقى ايه؟ ده يعني هو بين البنين، ده مناسب جدا ان هي لو الصبح بدري عندها ايفنت مثلا، راحه ويدنج الصبح بدري، خفيف ولايت ومناسب كمان للصيف، مش تقيل، مش حاطين طبقات كتير، يا دوبك احنا ملونين بس البشره مدين كفرج خفيفه قوي، فهو مناسب قوي قوي لفتره الصبح. بس ده مناسبه لازم، يعني لازم فرح، ما ينفعش انه يكون راح ايفنت عادي مثلا الصبح وتحط الميك اب ضروري يبقى كتير. يعني بصي يعني في ساعات ممكن بنت تقول لك لا انا حابه ابان، لان كمان خلي بالك بيفرق في التصوير، يعني لو انت في ايفنت وحطيتي كل ما اهتميتي بالتفاصيل في البشره كل ما اديتك صور حلوه قوي. فالبنات دلوقتي بقوا عارفين هيتصوروا ازاي، لا انا محتاجه احط اللاش تقيله عشان تبان احلى في التصوير، لا البلاشر لازم اتقله، لا البرونزر لازم يبقى كده يعني. فالميك اب ده مناسب جدا سواء ايفنت، لو البنات بتحب ميك اب تقيل هيبقى مناسب قوي للصبح، لو ما عايزه حاجه سامبل ممكن تقلل حاجات خفيفه قوي. طب اشرحي لنا كده انت عملتي ايه في العين برضو، عايزين نعرفهم كل الحاجات. احنا العين اشتغلنا عليها يعني حاجه بسيطه قوي، واقول لك برضو احنا ممكن نعيد سريعا كده على العين. العين احنا حاطين لها لون اورنج كده خفيف بس كده في الجفن بتاع العين من هنا، يدي بس ايه تحديده بتغمقي من بره ومن جوه بتبتدي تفتحي بقى بالهايلايتر او باي شادو. بالظبط كده بالظبط كده. وبحب دايما حاجه بتدي انتنس للعين ان احنا نحط حاجه غامقه في طرف العين تسحب معايا العين، وفي نفس الوقت تديني ايه لوك حلو قوي بتوسع العين. طبعا خصوصا يعني اللوك ده بيليق على اي عين ولا على اي عين؟ عيون مبطنة، عيون واسعة، عيون جحظة، ايا كان شكل العين عامل ازاي ده انسب وافضل لوك ليها. أوكي. ممكن لو انت من مفضلين البنات، يعني البنات من المفضلين ما بيحطوش ميك اب تقيل الصبح بدري، ممكن نخفف بقى ان احنا ما نحطش الشمر اللي قدام. ودي حاجة تانية عايزة اتكلم، وما غمقش قوي من بره، يعني هقلل بس اللون يعني احنا ممكن مثلا نعتمد اللون اللي هو ده اللي هو اللون الاورنج اللي احنا حاطينه اوريدي في كسره العين هنا، اعتمده بس. ومن قدام ممكن ما احطش الشمر. ونخلي بالنا ما بين الشمر والجليتر، لان في بنات ما تبقاش فاهمه ايه جليتر. جليتر بتبقى نفس الشمر بس حبيباته اتقل، فطبعا ده مش مناسب، بيبقى باين ظاهر قوي فده طبعا مش مناسب خالص للصبح بدري. بس دلوقتي كمان في بنات بتحط الشمر ده او الهايلايتر ده اللي باين قوي اللي احنا بنصنع عليه من غير اي ميك اب، في وبيبقى حلو، بيبقى ده بقى اللوك السيمبل فعلا وحلو، مش محتاجه احط اي شادو حد يحط اي حاجه. بالظبط، يحطوا مثلا شامر، يحطوا جليتر فوق العين ويحطوا ويركزوا قوي مثلا مع اللاشز، ويقوموا مثلا حاطين حاجه كحل، حاجه خفيفه، او اي لاشز كبيره، لابستك، ويقوموا نازلين. برضه فاضل ايه بقى منا وتخلص ناقص بس الروج.
طبعا الروج برضو نخلي بالنا يعني الصبح بدري لو انا نازله احاول احط نود لبستك او ايفنت يبقى نود لبستك، بالليل بقى براحتك زي ما انت عايزه يعني. هو الصبح بالليل النود ده بيمشي مع اي حاجه يعني اسهل حاجه واسرع حاجه نحط نود على طول. بالظبط كده، لان هو دلوقتي هو بالنسبه لي من احلى الدرجات يعني، بتليق على كل البنات وتحديد اللبس مش بقى مش لازم صح؟ انا اوريدي كنت محدده بس طبعا هو لازم يعني. ليه؟ لان خصوصا لو البنات بتحب تدي فوليوم لشفايفها فلما باجي احدد طبعا بيفرق. طبعا جدا. ف النود ليبستيك مناسب جدا جدا للصيف، ونحاول نبعد شويه عن الالوان الفاقعه على الاقل الصبح. بالليل براحتك بقى. واهم حاجه برضو تبقى في شنطه. هو بيلمع ده جلوس ولا لسه هيبقى مات؟ ده هيقلب مات دلوقتي. تماما. وهنحط بقى عليه ايه؟ جلوس. بتحتاجي تثبتي الميك اب بحاجه؟ طبعا الصيف لازم كل التثبيت. طبعا سيتنج سبراي ده اساسي. طبعا ده اساسي، لازم نحط سيتنج سبراي، ده مهم جدا 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 معانا اصلا في الصيف. احنا كده خلصنا اللوك. هنحط لها بس الجلوس عشان البنات اللي بتحب الجلوس ما تزعلش. ميك اب البحر بقى. انا عندي مشكله مع ميك اب البحر. انا بس انا عن نفسي انا بحط بلاشر. تمام حلو. بحط الليكويد بلاشر على البحر. حلو قوي. بس غير كده ما مش بينفع احط عشان انا على طول انا بروح البحر عشان انزل البحر. ونخلي بالنا الميه مش هتبوظ لي وشي. بالظبط كده. نخلي بالنا بس انا عن نفسي بحب احط يعني دايما ميك اب وانا على البحر، اتصور وبعد ما اخلص تصوير اقوم شايله الميك اب وانجوي بقى البحر وكل حاجه. ليه؟ لان احنا الماتيريالز بنحطها على وشنا فيها حاجات، فيها برودكتس يعني. ايوه طبعا. مع الميه المالحه مع الشمس ممكن تعمل كارثه في الوش، بتاذي بشرة. بالظبط. فبتلاقي اصلا بعد فصل الصيف اغلب البنات عندهم مشاكل جامده جدا في بشرتهم. بسبب ايه؟ بسبب ان هم على البحر دايما حاطين ميك اب او فول ميك اب. طب ايه الميك اب المناسب للبحر؟ الميك اب المناسب للبحر خليكي في البرونزر هيبقى شيك قوي، خليكي في التنتد بلاشر هيبقى حلو قوي، والتنت بتاع الشفايف برضو بتاع اللب هيبقى جميل، هيفضل ثابت معاكي ايفن لو انت نزلتي البحر او طلعتي البسين هيفضل ثابت معاكي. وطبعا ده مهم، احنا عايزين حاجه تفضل قاعده معانا. في كمان ست سان سكرين اللي هو انا مش محتاجه احط فاونديشن او اي حاجه. بالظبط. سان سكرين بيحميني في نفس الوقت بيبقى فيه اللون ده فبيبقى حلو جدا. بالظبط بالظبط كده. وفي تنتد كمان فاونديشن فيه اس بي اف عالي يعني في نسبه حمايه عاليه، وده برضو حلو قوي ان احنا نحطه على البحر او على البسين او ايا كان. ونخلي بالنا من بشرتنا على قد ما نقدر فصل الصيف، لان بنعاني بعد كده لما نطلع بعد الصيف. اتهلو منا، انتوا نورتوني. انت خلاص بتثبتي الميك اب ده كده خلاص، دي اخر حاجه خالص اللي هو السيتنج سبراي. طبعا ده مهم جدا، اولا بيحافظ معايا على الميك اب لاكتر وقت ممكن. اكيد نورتيني حبيبي. والميك اب تحفه، اللوك تحفه، وانت قمر.